جاب العشرة جايبه؟ بدأ أصلاً؟ طيب بصوا بقى نبدأ أول حاجة كله يقعد يركز مش عايزين كلام خالص عشان زمايلكم يسمعوا. أول حاجة معانا الصورة العبيطة دي زي ما أنتوا شايفين إيه؟ إحنا معانا صورة لواحدة ست عملنا لها بلفيك ألترا ساوند يعني حطينا عليها البراد بتاع ألترا ساوند فوق بطنها فوق النيفس بيبس هنشوف إيه؟ هنشوف عندنا هنا البرادة عبارة عن حتة سودا خالص وهنشوف هنا اليوترس وهنشوف هنا الاوفري ده والاوفري ده. حد عنده مشكله في الموضوع ده يا جماعه؟ متخيلين الشك؟ خليكم في المرمى دلوقتي عشان هنشوف حاجات ابنورمال. يبقى انا عندي هنا رايت ليفت اوفري وعندي هنا يوترس واندوميتريا وقدامه ايه في عندي بلادر. تمام كده؟ طيب نخش على السؤال بعدها بقى. ده ايه ده؟ دي واحده ست عملنا لها ترانس فاجينال التراساوند يعني دخلنا بالبروب من تحت من الفاجينا. هنشوف ايه؟ هنشوف الابدومينال سيكشن لليوترس يعني كان اليوترس اهو قسمته بالطول تمام؟ فاصبح عندي هنا انتيريور وول هنا بوستيريور وول وعندي كل الابيض ده اندوميتري. انا جايب لكم الصوره دي عشان خاطر حاجه بسيطه خالص. ده حاجه اسمها تريبل لاين. يعني ايه تريبل لاين؟ يعني في اخر الفولكولار فيس كده يحصل ان البروفيشن بتاع الاندوميتري ده بيزيد بحيث الانتيريور والبوستيريور دول بيجمعوا على بعض. هنا عندها انتيريور بوستيريور اندوميتري لازم اتبعت على هنا حتى الابيض ده. ده طبيعي في اي واحده ست. اسمها ايه؟ الليت فوليكولار فيس. حد عنده مشكله في الصوره دي؟ صوره اندوميتريال طبيعي. ايه الخط اللي في النص ده؟ خط في النص ده مكان التصاق الانتيرو والبوستيرو اندوميتريال مع بعض. الاندوميتريال بتاع الانتيرو وول والاندوميتريال بتاع البوستيرو وول لازقوا في بعض عملوا ايه؟ الوايت لاين ده. تمام؟ طيب الصوره اللي بعدها دي مفيش الوايت لاين بس انا عندي اندوميتريال اهو موجود. ده بنسميه ايه؟ سيكريتري اندوميتريال. سيكريتري اندوميتريال يعني معناها ان حصل مور سيكنس اندوميتريال فالتريبل لاين ده اتقطع. ده عباره عن اندوميتريال ده عباره عن قطعه واحده كده تمام. بنقول ايه التريبل لاين ده؟ تبقى الست لسه في الفوليكولار فيز لقيت عندي اللي هو السكند اندوميتريال ده بعد كده انا ايه؟ ده خلاص دخلت في السيكريتري فيز يعني ده بوست لوتيال فيز. اوكي نخش على اللي بعدها. ده برضه عادي اندوميتريال عادي وسكند مش في الفوليكولار لا ده يعتبر ايه في السيكريتري فيز او بوست اوفيوليشن فيز بعد ما حصل اوفيوليشن. طيب ممكن يكون في صوره زي دي في واحده بوست منوبوزل ست كبيره عندها 65 سنه دور عليها قطع ضريبه من 10 سنين وجايه تشتكي مثلا عندها ايه بليدنج او سبوتنج وجايب لكم صوره زي دي وقال لكم الاندوميتريال سيكنس بتاعها حوالي 5 مللي 5 مللي. نعمل لها ايه اول حاجه؟ فيرست لاين اوف مانجمنت. فيرست لاين اوف مانجمنت نعمل لها ايه؟ طيب يبقى هنعمل لها دي ان سي دايليتيشن اند كورتاج يعني هعمل لها دايليتيشن للسيرفس وادخل بالكورتاج بين المكحده ادخل اخد عينه من الاندوميتريوم ده واحللها اشوف هل هي بنايل ولا هي مالجنت. لو مالجنت هنعمل لها ايه؟ هيستريكتومي اذا كانت بيستو اي بلاتها سبتروفيكتومي تمام؟ طيب طلعتش بنايل طلعت بنايل هنعمل لها ايه؟ هنديها هي شباب عشان ما تحصلهاش بليدنج تاني. لو طلعت بنايل بنايل اندوميتريال هايبربليزيا وزاوت اتيبيا هنعمل لها ايه؟ هنديها بروجستيرون. ليه؟ عشان البروجستيرون ده بيعمل ايه؟ بيغير من شكل الهيستولوجي بتاعت السيل فبيقلل البروليفريشن ويقلل الهايبربليزيا. اقل مده عشان البروجستيرون ده يشتغل ويغير لك الاندوميتريال هايبربليزيا دي الى نورمال اندوميتريال هي 6 شهور. يعني معنى كده مفيش واحده جايه بوست منوبوزال بليدنج يا دكتور وعندها بنايل هايبربليزيا وخدت بروجستيرون تاخده 3 شهور استحاله لازم 6 شهور عشان هما لقوا ان اقل مده بروجستيرون يقدر يغير من شكل الخلايا في الهيستولوجي هي 6 شهور تمام؟ طيب بعد ما خدت الايه؟ البروجستيرون ده 6 شهور نعمل لها ايه؟ نعملها ايه؟ بعد ما خدت بروجستيرون ل6 شهور نعمل لها ايه بقى؟ هنعيد الدي ام سي كلامه مظبوط ليه؟ قفلت ال6 شهور دول حصل الهايبربليزيا البنايل دي قلبت باتيبيا او قلبت مالجنت نعمل لها ايه؟ فبالتالي لازم على كل 6 شهور اعد لها الدي ام سي تاني. طب عدت لها الدي ام سي ولقيت لسه في الاندوميتريال هايبربليزيا دي بنايل بس لسه موجوده نعمل لها ايه؟ لا هي هتكمل على العلاج بس خلي بالك اللي انت بتقولها ال6 شهور اللي فاتوا دول ما عالجهاش ما غيرناهاش الهايبربليزيا دي لنورمال اندوميتريال تاني. معنى كده ان انت عندك مشكله، معنى كده ان حضرتك كان لازم تزود لها الدوز. فبالتالي همشيها تاني على 6 شهور تاني، بروجستيرون تاني، بس بزود الدوز. حد عنده مشكله في اللي انا قلته لحد دلوقتي؟ يبقى انا دلوقتي
الست اللي عندها بناين هايبرباليزم جاي لي بوست بالمبوزة سيكل اندوميتريا الكاتوف لاين بتاعها 4 مللي. يعني انا عملت لها سونار لقيته 4 انا وقفت ما بعملهاش حاجه لقيته فوق ال 4 بعمل لها دي ان سي. حد عنده مشكله في الحته دي؟ كاتوف بوينت بتاعنا 4 مللي في واحده بوست بالمبوزة بشوف الستكنس بتاع الاندوميتريا ده لقيته معدل 4 الست دي عندها مشكله لازم تكحتها وتشوف عندها هايبرباليزيا بناين ولا اتيبيكال هايبرباليزيا. بغير ماما بلده مشيها على بروجسترون كل 6 شهور اعمل لها دي ان سي كل 6 شهور لحد ما تعمل دي ان سي ما تطلعش فيها ايه؟ هايبربريزيا خالص تطلع نورمال اندوميتريا ساعتها وقف بروجسترون. طيب طلعت مالجنا هايبربريزيا او هايبربريزيا ويز اكتيفيا حضرتك دخلها على طول على هيستات ويشلها اليوترس بالاوبريت كله عشان الست دي هتقلب بعد كده الاندوميتريا كارسينوما ويحصل منها ميتاستاسيس. حد عنده مشكله شباب في الصوره دي؟ تمام؟ نخش على اللي بعدها بقى. ده يوترس جميل اهو برضه ده فاجينال سوري قصدي ده لا ده ابدومينال الترا ساوند. عندي هنا الساك السودا دي اللي هي البلادر وبعدين عندي اليوتروس الجزء ده اللي هو السيرفكس. حتى لو انتوا دققتوا قوي هتلاقوا في خط اسود رفيع موجود هنا شايفينه ده؟ دي السيرفايكال كانال. السيرفايكال كانال السيرفايكال كانال. يبقى انا دلوقتي بص على الست دي بابدومينال الترا ساوند فوق السيرفس بيوبس بالظبط حطيت البروب فوق السيرفس بيوبس وشفت المنظر ده. شفت عندي بلادر وشفت يوترس السيرفكس بتاعه اهو وشفت الايه؟ البادي كالوريز. ايه بقى الابيض المنور الجميل اللي جوه البنت ده؟ ده فعلا ايودين. فيري جود. بصوا يا حبايبي الايودين بتاعنا بيبان لكم سمار عصايه بيضاء منوره عصايه بيضاء منوره عصايه بيضاء ايه؟ منوره. طيب تمام شوفوا الصوره اللي بعدها دي بقى. دي واحده ست جات لنا بكده لولا من 9 سنين او من 5 سنين او من 5 ايام وجات تشتكي بابدومينال بين وشويه بليدين. رحت انا عملت لها ايه؟ ابدومينال الترا ساوند عشان اشوف الايه او دي اسبايك ولا لا؟ لقيت الاي دي تاني. فين الاندوميتريال بتاعنا؟ اليوترس بتاعنا اهو ده برضه السيرفكس وادي الفانجس بتاع اليوترس اهو. اللون اللي هو لونه ابيض شويه ده الاندوميتريال بتاعنا. مش الصوره اللي احنا شفناها في الدرجه الاول. طيب الاي دي ده هل نايم جوه الاندوميتريال ولا بره الاندوميتريال؟ بره الاندوميتريال. فده بسميه ايه؟ بيرفوريتد اي او دي. بيرفوريتد اي او دي. السؤال اللي بيجي عليك الان ايه هو الانسيدنس اوف بيرفوريشن باي اي او دي؟ انسيدنس اوف بيرفوريشن باي اي او دي كل كام ست يحصل لها بيرفوريشن احنا بنركب لها؟ هو الانسيدنس طبعا واحد لكل 1000 ست. كل 1000 ست بيحصل لها واحده بس يحصل لها بيرفوريشن. كل واحدة كل 1000 ست بيحصل منهم واحدة بس اللي بيحصل لها بيرفوريشن. ممكن يحصل اثناء التركيب وممكن يحصل بعد التركيب. ممكن يحصل اثناء التركيب او ممكن يحصل بعد التركيب. تمام؟ يبقى دلوقتي ده نورمال اي دي متفلتر جوه الاندوميتريوم. الاندوميتريوم اهو هو قاعد جواه. يبقى كده نورمال بوزيشن للاي دي. لكن انا لما جيت بصيت على اليوترس الثاني ده لقيت الاندوميتريوم فاضي والاي دي ايه؟ متلقح جنبه. يبقى ده بيرفوريتد اي دي. طيب رحت بقى عملت لها بروفيت اي دي اعمل لها ايه تاني؟ طيب ساعات انا بقى تيجي الست تمام بتقول لي مركبه لولا مثلا من كام شهر لدكتوره وعندي بليدنج وعندي ابدومينال بين ابص على اليوترس الاقيه فاضي ما فيهوش اي دي لا جوه ولا بره ما فيش اي دي خالص. ايه اشك في ايه اول حاجه؟ ايه؟ واحده ست جايه مركبه اي دي من 5 شهور وتشتكي بسبوتنج وابدومينال بين. انا قلت لها سونار ما لقيتش الاي دي اصلا جوه اليوترس لا جوه الاندوميتريوم ولا بره الاندوميتريوم مش موجود جوه اليوترس. اعمل ايه؟ هدور في الابدومينال بينقص صح؟ فهطلع لها ايه بقى؟ هطلع لها اكس راي. اكس راي ليه بطلع اكس راي؟ عشان خاطر الاي دي ده ريديو اوباك. يعني ريديو اوباك يعني بيبان عندي في الاشعه ان هو بيحصل له ايه؟ كونتستيشن للدايت او كونتستيشن للاند وايبس. فلما احط عليه الويبس من بره بالسونار هيبان ان هو الخط الابيض ده. استخدمت شيست اكس راي او سوري ابدومين اكس راي هلاقي الاودي ده بره الكافيتي بتاعت اليوترس. المفروض اليوترس هنا عند السيرفيس بيوترس صح ولا لا؟ بعدين اليوترس مكانه نورمال قد ايه؟ 12 اسبوع. يعني ايه 12 اسبوع؟ يعني تحت السيرفيس بيوترس. طيب ماشي يعني هو في الدوره العظمى دي بيعملوا البوزيشن بتاع اليوترس. لو هو الاودي هنا فوق اهو لقيت الاودي مش في مكان اليوترس الطبيعي يبقى ده بيرفوريتد اي دي. بيرفوريتد اي دي مش بس لو حصل بيرفوريشن جوه اليوترس لا ده طلع بره اليوترس اصلا. مثال تاني بقى دي اللي فوق خالص ده برضه نفس الكلام ده بيرفوريتد اي دي. بيرفوريتد اي دي هنعمل
هنشيله بالميكروسكوب. طب عندي مشكله هنشيله بالميكروسكوب. طيب تمام، ليه بشيله بالميكروسكوب؟ هو الفيتا كلها دي جرب ستاد بيحصل منه انفكشن، بيحصل منه فيبروزس، وممكن يعمل فيبروزس مع اي حاجه جوه الجسم زي مثلا الكول. كان في حاله معانا هنا في ضغط الشيك، كان ضغط منكره قال لي ده كذا سنه وبصينا عليه ما لقيناهوش وجوه ولا بره. في الاخر لقيناه باين في الاكس راي عاملاها من فتره من 6 شهور تقريبا، كان باين في الاكس راي زي دي بالظبط. فدخلنا بالميكروسكوب ندور يمين شمال مش لاقيين اي حاجه خالص. اضطرينا نفتح الحاله، وبعد ما فتحنا الحاله اكتشفنا ان الاي دي ده مش موجود. هو راح فين؟ بعد ما حصل له بريفريشن. تخيل بقى الاي دي ده يعمل فيبروز بين كولون ويخرج من كولون ويقفل في الاسكوب بتاعها. تخيل بقى المأساة. فبتبقى الحاله على الحاله على الفاضي. تمام؟ يبقى الاي دي ده وارد بعد ما يحصل بريفريشن يعمل انستوموزس مع اي حاجه بالفيبروزس ويقفل عادي في الاسكوب زي ما حصل مع السيتي كاميرا بتاعتنا دي.
يديني الخط اللي هو بيحتاجه. يبقى انا دلوقتي عندي مثلا اندوميتريال وصل اندوميتريال، قرروا الاندوميتريال من بعض دون الخط ده اللي هو بيحتاجه. امال ليه بقى الخطين دول؟ هو بتاع اندوميتريال، فاهم ولا لا؟ من غير ده ايه؟ بستيرو اتش واتيرو اتش، بستيرو اتش واتيرو اتش، اتيرو اتش جت على بعضها عملت الخط اللي هو بيحتاجه. فاهم الصورة دي؟ طيب بصي بقى الصورة اللي بعدها. الصورة دي فين الخط الابيض اللي معاك؟ اهو فوق اهو، شايفه؟ فين الخط الابيض اللي وراه؟ اهو. يعني انا كده يا دكتورة الكارت بتاعنا ماشي واحد 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 كده؟ اه. عامل دايرة متواصلة عادي. ايه ده انا جوه الدايرة بتاعت الاندوميتريال ده؟ جوه الاندوميتريال كابيتال كمل عندي دم. عندك مشكلة في الدم ده؟ طيب يا الدم ده فيه زي تركيعة جوه الاندوميتريال كارت ذات نفسه. هو الاندوميتريال كارت دي ذات نفسه تبقى ايه؟ ايه اللي ممكن يكون الاندوميتريال؟ ما هي استطاعت الاندوميتريال تبقى ايه؟ هي الاندوميتريال بريد اندوميتريال. انا شايفاها بنايم، شايفاها كويسه، شكلها حلو، مش سموث مثلا، لونها مش مختلف قوي، يبقى دي الاندوميتريال بولي. يبقى الاندوميتريال بولي دي حاجه بتظهر جوه الكبد، يبقى دي الاندوميتريال. انا المفروض الاندوميتريال ده كان يبقى خط ابيض لازم تبعته زي الصوره اللي انا قلتها لك الاول. لا، لقيته فتح وسع يبقى حاجه تدوري جواه ده وكون جنبيه بولي. عندك مشكله دي؟ طيب الصوره اللي بعدها اندوميتريال اهو، واندوميتريال اهو، وده الاتش بتاعه، ده مكانه في الصدر، الاندوميتريال من قدامه ومن ورا اهو. خط ابيض عادي. المفروض الخط الابيض ده يمشي ايه؟ زي التريبل لاين اللي بنقول عليه، يعني ايه؟ خط يمشي كده اهو يكمل الاخر. لا، ان الاتش في نص اليوترس حصل الخط ده وسع الناحيه دي وسع الناحيه دي، ما لوش عن بعض. لما كانوا عايزين في بعض كده، ده وسع عن بعض كده، وتكون جواهم حاجه جوه الاندوميتريال كافيتي ذات نفسه، ما بين الاندوميتريال من قدام والاندوميتريال اللي ورا. دي بسميها اندوميتريال بولي. عندك مشكلة فيها ولا تمام؟ يا جماعة الصور دي ركزوا فيها قوي، واللي مش فاهم حاجة يقول لي اشرحها له عشان تيجي في الامتحان، تمام؟ اللي عنده مشكلة في أي صورة يقول لي هعيدها مرة واتنين وتلاتة. طيب. بلاش كده عشان السلام عليكم. طيب دي صورة باللابروسكوب. صورة باللابروسكوب، عملنا لابروسكوب لواحد ست، تمام؟ ده أنا مش هوريكم المرمى بتاع الست من اللابروسكوب. بخش أنا عن طريق أندرايكس، بخش الكاميرا وأشوف هلاقي يوترس عندي اهو، وبعدين هلاقي ايه؟ ايه اللي ده؟ طالب ايه تيو؟ امال ايه اللي جاي ده؟ لا ده يوترس ساكن، تمام؟ اللي انت دعوه دي خلينا احنا هنا في الـ في الـ في الـ في الاوفري والتيو. طيب امال ايه اللي ورا ده؟ كل اللي ورا ده لوب اوف كول، الكول بتاع الست. يبقى انا عندي يوترس قدام في اوفري وفي تيو وفي ايه؟ باول. الباول بتاع الست دي النور. ركزوا كده، بصوا على الصورة دي. شايفين اليوترس ده من اليوترس ده؟ شايفين اليوترس ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ اليوترس ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. طب بصوا على اللي بعديه، بيتو اليوترس عامل ازاي؟ شكله غريب، في حاجة متلكعة هنا وهنا وهنا. ده بقول عليه مالتيبل فايبرومي، مالتيبل فايبرومي، يعني ده يوترس فيه فايبرويد كتير، يوترس فيه فايبرويد كتير، يبقى ده شكله من المنظار، حد عنده مشكلة؟ هيجي لك في مثل فايبرويد من الأسئلة. أيوة سعيد. عارف يا عم معايا واحد. أيوة. هو خش خش خالص. أيوة. عارف بضرب عليه بقى طيب. انا قلت انا مش عارف مكانه ولا حاجه. من ضمن الرخامه بس. ايه؟ لسه في حاجه ما نعرفش. مش عارف ساعه التواصل في امبارح جيت على البوست ما لقيتش خالص في الحشو ولا حاجه. فاكر انا ما اعرفش مثلا ولا حاجه. استوب 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 يا مان استوب. مش عارفه ليه صوتي كده يعني رفيع مع ان هم كبير يعني مش عارفه استلم هرمونات دي ولا ايه. طيب تبقى ده هرمونات اوكي. بصينا على الناحيه الثانيه لقينا في مالتيبل فايبرويد. تبقى ده ايه؟ مالتيبل فايبرويد باي لابروسكوب. شفت الصوره من الميكروسكوب هنا في اسئله في فايبرويد. فيرست لاين فيرست لاين فيرست لاين اوف مانجمنت للفايبرويد. سيمتوماتيك فايبرويد سيمتوماتيك فايبرويد. يعني ست عندها فايبرويد بعمل لها مشاكل، بعمل لها بليدنج مثلا، عامل لها كونجيشن بين بلبك بين، عايزه تحمل، هنعمل لها ايه؟ فيرست لاين اوف مانجمنت للفايبرويد.
سيمتوماتيك برايت. بنزل ده مانجمنت بس انا سيمتوماتيك. سيمتوماتيك سيمتوماتيك ميديكال تريتمنت يا جماعه. ايه ميديكال تريتمنت؟ واحده عندها بنايل تيومر زي الفيبرويد دي تيجي نعمل لها نيوراجن، هسيبها في الشارع كده تمشي بالنيوراجن بتاعتها؟ لا طبعا. هنعملها ايه؟ هنعمل ميديكال تريتمنت. نديها ايه بقى ميديكال تريتمنت؟ كله صح، ماشي كيلو صح، كومباين صح، اديها ديبو مبادره كل ثلاث شهور صح، اركبها ملاجينا لو الكابتي ما فيهوش ديستورشن صح، اديها ملاجين تكون الليزك هرمون ادي ريسك صح بقى مفيش مشكله. معنى كده ان الفيرست لايف ده هو الميديكال تريتمنت. ما افتحهاش ليه؟ ما افتحهاش. بصوا يا شباب، احنا عندنا براين تيومر اللي هو الفيبرويد ده نسبه انه يتحول الى كارسينوما اقل من 5% على مدار 20 سنه. يعني الست لازم بعدها في الهواء قاعدة عندها 20 سنة عشان يتحول لكارسينوما، والنسبة دي أقل من 5% كمان. فافتح بطنها ليه على حاجة في الهواء؟ مفتحلهاش، همشيها ميديكال تريننج. أمال أنا إمتى أعمل الفيبرويد ده أوبريشن؟ أعمله سيشن بس سواء بايومكتومي يعني أشوف الهواء بس أو أشوف الهواء بس برضه. إمتى؟ وسيله ثانيه مع ايه؟ تمام؟ يعني ما ينفعش نستخدمه اكتر من 6
ست شهور تمام؟ طيب هو في نشر ار اتش ده ليه استخدام حلو قوي؟ ان انا بعمل فيه ديلي للبوبرتي. ديلي بوبرتي يعني ايه؟ يعني بنت صغيره كده حلوه عندها 9 سنين وجاي مثلا حصل لها بريست بتاعها كبر جالها بدي يحصل لها ايه؟ حاسه ان هي خلاص بقت على بوبرتي وعايزه اخرجها فده اللي ار اتش في ديلي بوبرتي وخصوصا في الناس اللي هي بريكوشس بوبرتي الناس اللي جالها بوبرتي بدري بريكوشس بوبرتي تمام؟ طيب نخش على السؤال اللي بعدها بقى ده صورة اليوترس اوكي اليوترس بتاعنا اهو ادي هنا الفاجينا السيرفكس وبعدين اليوترس بتاعنا اهو فين الاندومتر لايف بتاعنا يا شباب الاندومتر لايف بتاعنا اهو وبعدين راح فين بعدين انا مش شايفاه مش شايفاه فوق ولا شايفاه تحت بس انا شايفه ماس كبيره شكلها غريب جوه اليوترس لو انا دققت فيها شويه هتلاقي حاجه اسمها ويرلي ابيرنس يعني ايه التراكيز كده جوه بعض دوائر جوه بعض قول لي اكتب ده بسميها فايبرويد ده بسميها فايبرويد هنيجي نبص على الصوره اللي بعدها يمكن واضحه شويه ده يوترس اهو ده اليوترس والفك يعني ده البادي بتاعه وادي الفانتس طالع منه ماس كبيره ماس كبيره ده فايبرويد ده فايبرويد تمام حد عنده مشكله في الصوره دي مش هتلخبطكم يعني البوليت هيبقى الصوره والصورتين انا جايباهم اي حاجه ثانيه هتبقى فاضيه حاجه عندها مشكله طيب دي صوره ثانيه يوترس اهو يوترس اهو وادي الاندوميترا لاين بتاعنا فايه في حاجه تعمل البستين هو بتاع اليوترس حامل بس كل الناس طبعا ده اسمها ايه؟ فايبرويد يعني ده سابسيروس فايبرويد سابسيروس فايبرويد حد عنده مشكله في الصوره دي اليوترس بتاعنا نورمال اهو ادي ده الاندوميترا بتاعنا الطبيعي وادي الفايبرويد طالع سابسيروس سابسيروس فايبرويد حد عنده مشكله؟ فهو لما جاب الصوره هيقول لك ايه نوع الفايبرويد اللي هو التيومر ده او نوع الحاجه دي هتقول لك فايبرويد مش مطلوب تقول صفصيله ولا صندي نقص ولا الكلام ده بس هو حاجه اسمها طيب ده بقى حاجه اسمها نورمال اوفري حد عنده مشكله في الفايبرويد يا شباب طيب دي صوره طبيعيه للاوفري عادي هو ليه الاوفري هنا بتراكم عند اللي حاطين عليه ارقام انا حاطه عليه ارقام عشان اقول لكم ان النورمال فوليكيت عندنا في الاوفري قد ايه انت قول لي ممكن ده طبيعي انت قول ده سي او ها طيب هو مثلا 10 فولجات او اكتر من 12 فولج لو هنعملها دي سي او هنا عندكم معايا فولج هنا في كام فولج تعالى 1 2 3 4 5 حوالي 6 فولج هل ده دي سي او؟ ده مش دي سي او ده النورمال اوفري بتاعنا ده النورمال اوفري بتاعنا طيب الصوره دي رايكم فيها ايه؟ الناس اللي ورا صوره ايه يا شباب؟ انا عندي اوفري مليان سيستم مليان فولجز اصلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 فولج دي سي او ولا مش دي سي او؟ دي سي او يبقى الدي سي او ده معنى كده ان في فولجز كتير جوه الاوفري تمام الفولجز دي بتبقى ليها كاركترستكس حاجه ثانيه عارفين الروتر تايم كرايتيريا روتر تايم كرايتيريا روتر تايم كرايتيريا ايه هي روتر تايم كرايتيريا حاجه لابس وحاجه كلينيكال وحاجه اكتر ساوند حاجه لابس وحاجه كلينيكال وحاجه اكتر ساوند اكتر ساوند يبقى عندنا الشكل الغريب ده حاجه لابس يبقى عندنا ايه؟ ال واتش اف اس اتش ريشيو اكتر من كام؟ 2 لواحد تمام يبقى ال واتش اف اس اتش ريشيو 2 لواحد يعني معناها ال اتش كتير قوي وال اف اس اتش قليل طيب ايه كمان؟ ممكن يكون عندها بقى ايه تستوستيرون عالي معدل الدهية بتاعها عالي المهم عندها ايه شوية حاجات كده في اللبس مش مظبوط ايه بقى الحاجة الكلينيكال لو شخص بيها الدي بي سي او واحدة عندها ايه؟ والمينورية او مينورشيا او ايه؟ المينورية حد عنده مشكلة؟ طيب وانا دلوقتي عشان اقول ان الستين عندها دي بي سي او الناس بتضحك ورا هضحك على ايه؟ عايز كلام عشان اقول ان الست دي عندها بس او لازم عندي تو كاركتر تو كاركتيريا من الثلاثه كاركتيريا بتوع الكمبيوتر دي ان كاركتيريا لما انتوا تسالوا في الامتحان واحد كده مش عارف كان جاي من بنها ولا ايه سالهم الكمبيوتر دي ان كاركتيريا كانت سنه كام؟ الحمد لله فانا لازم تقول له دكتور شاطر عشان اعرف هي كانت سنه كام ومش عارف من سنه كام يبقى انت دكتور ايه؟ مش شاطر هيسيبوا كل حاجه ويسالك العيان دي الكمبيوتر دي كانت سنه كام؟ فاهم؟ طيب يبقى البي سي او بتاعنا بقى فيه مالتيبل فولجز تمام
نفس الشكل ده تكون بي سي او، ممكن تكون بي سي او هي ما عندهاش نفس الشكل، هي مش شرط اساسا ان هي تكون موجوده الشكل ده، ممكن يبقى الشكل الطبيعي هو ده بس عندها هاش تيزم، عندها اوليجومونوريا او عندها مثلا امينوريا، بس لقيت ان هي عندها اس اس ولا اتش مش مظبوطين. يبقى مش شرط اساسا ان انا اشوف الشكل ده في كل الستات اللي عندهم بي سي او. تمام؟ طيب السؤال الثاني لو لبني، هل في حاجه اسمها بوليسيستيك اوفاليان لايف سيندروم؟ بوليسيستيك اوفاليان لايف سيندروم او بوليسيستيك اوفاليان لايف كونديشن؟ حد يعرف عنها حاجه؟ بي سي بس مش ده ايه؟ بوليسيستيك لايف كونديشن وليس بوليسيستيك اوفاليان سيندروم. حد عارف ده عباره عن ايه؟ لا قول حد يا جماعه حد يقول اي حاجه؟ واحده عندها مالتيبل كوليجن شبه البي سي او بس هي مش بي سي او، يبقى شبه الشكل ده كده بس هي مش بي سي او، واحده عندها نفس الشكل كده ومش بي سي او، واحده عندها نفس الشكل كده عندها ايه؟ لا مش عايزه ايه؟ ايه؟ هو بتكلم هايبر ستيموليشن مش حاطه لك فرق صغيره كده بتطلع فرق كبيره شويه. بصوا يا شباب السؤال ده اتسالوه زمايلكم اللي هم كانوا امتحنوا الاسبوع اللي فات ده، والاجابه كانت الهايبر اندروجينيزم. هايبر اندروجينيزم واحده عندها نفس السيمتومز بتاعت البي سي او بس هي مش بي سي او، واحده عندها الشكل ده بس هي مش بي سي او، واحده عندها السيمتومز بتاعت البي سي او بس ما عندهاش الشكل ده. تمام؟ يعني واحده كده نفس الصوره دي كده بالظبط بس ما عندهاش البي سي او، ما عندهاش الايه؟ الاف اس اتش والاتش طبيعيين، ما عندهاش مثلا مشكله في الدوره، هي مجرد شويه فيش تيست ما عندهاش الشكل ده. المشكله في الاندروجين. ايه ده 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 بصوا يا شباب عشان ما تخبطوش نفسكم عشان ما تخبطوش نفسكم الست الفرق ما بين الست اللي هي بي سي او والست اللي عندها هايبر هيدروجينيز. البي سي او دي عندها كاركتر بكتيريا من ايه؟ من الروتا الثاني. الثانيه عندها ايه؟ عندها مثلا الحاله دي بس، عندها مثلا اللي هو ده بس، عندها سيمتومز ما عندهاش الموضوع ده، يعني ما عندهاش الكوكتيريا بتاعت الروتا الثاني. يعني زي ما تسالوا هي لو بقصت عندها شكل اوفر ده وهي مش بي سي او، مفيش اي حاجه ثانيه اتنمر مع الصوره دي. هل دي لازم تكون بي سي او؟ لا مش شرط تكون بي سي او، ممكن تكون بي سي بي سي لايك كونديشن، بوليسيستيك لايك كونديشن، ده في حالته هايبر اندوجينيس. هل كل الهايبر اندوجينيس معاهم بيتش تيست؟ كل حالات الهايبر اندوجينيس معاهم بيتش تيست؟ لا. تمام؟ فانت لو شفت الشكل ده في الصور اوعى تقول ان الست دي عندها بي سي او 100%، ولو ما شفتش الشكل ده في الصور وعطول الست دي ما عندهاش بي سي او 100%. حد فاهم حاجه؟ ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين صح؟ ما انا اللي فاهمين على فكره في الموضوع ده. ما عليك. طيب دي برضه صوره ثانيه للبي سي او. عندي عامل اوفري مليان فولك كتير قوي صغيره. تمام؟ ده دي بيقول عليها بي سي او. طيب امال ايه دي يا شباب؟ كل واحد في الصوره دي الصوره دي صوره. بصوا يا شباب ده اوفري اهو، بس انا مش باين عندكم قوي في الريزوليوشن بتاع الباور بوينت. ده اوفري فيكم في فولك صغنونه مش باينه هنا في الصوره دي، بس انا عندي فولك لا كبيره هنا بنسميها ايه؟ زمان زمان ده بقول ده حاجه اسمها دوميننت فولك، كلامه صح 100% دي فعلا دوميننت فولك على وشك يحصل لها اوبريشن. انا ليه جايبه لكم الصوره دي؟ اكيد انا مش جايبها لكم دي دوميننت فولك صح ولا لا؟ انا جايبها لكم عشان تفرقوا ما بين دي وما بين دي. ايه دي بقى؟ ايه اللي عارف ان هي سيست؟ ليه ما تكونش فولك؟ اكبر من ايه بالظبط؟ ليه سيست مش فولك؟ ليه؟ ليه سيست مش فولك؟ لا الجانب الفرعوني مش شرط تكون موجود اصلا، هو النورمال فولج بتاعتنا لحد 2.5 2.5 سم، ده النورمال فولج، في ناس بتخليها لحد 3 بس هو مكتوب في الكتب لحد 2.5 سم، لحد 2.5 سم يا حبيبي دي اسمها فولج، ما اسمهاش تيست. لو جالك اي عرض بعد كده احنا مثلا جينا عرض كتير مسالك وجراحه يقول لك روح يا ماما شوف الناس اللي نزلت عندي الكيس عند الدنيا، هي مش كيس عند الدنيا عندها فولج، لو ما عداش 2.5 سم فدي اصبحت فولج. طب عدت 2.5 سم زي السيست الكبيره اللي معانا دي ودي اسمها اوفريان سيست. طيب السؤال الثاني بقى، هل السيست دي سيمبل سيست ولا دي كومبلكس سيست ولا دي سوليد ماس؟ سوليد ماس كومبلكس سيست سيمبل سيست
هتكون ايه؟ ليه سمبل سيستم؟ ماشي؟ طيب يبقى دي سيست يا شباب، دي سيست، تمام؟
عايزين نعرف هل هي سيمبل زي الست دي؟ هل هي سيمبل زينا؟ سيمبل زينا؟ طيب ما ترد عليا. طيب هل دي شبه دي؟ لا. طيب امال ايه بقى؟ دي حاجه مختلفه شويه. دي فيها حاجه اسمها كومبلكس سيست. كومبلكس سيست يعني سيست مش سيمبل، سيست معقده شويه، سيست معقده تمام. فالاقيها فيها ايه؟ حاجه اسمها ترابوكوليشن. يعني ايه ترابوكوليشن؟ يعني خطوط كده زي الشبكه، خطوط زي الشبكه. دي اسمها كومبلكس سيست. كومبلكس سيست يعني معناها سيست جواها شبكه. السيست جواها شبكه. الشبكه دي عباره عن ايه؟ خطوط بيضاء. هي شايفينها؟ شايفاها مش شايفاها؟ شايفاها صح؟ شطور. يبقى دي اسمها كومبلكس سيست. كومبلكس سيست احنا بنقول عندنا بقى في لغه الدكاتره دي بتكون هيموراجيك سيست. هيموراجيك سيست. هيموراجيك سيست. هيموراجيك سيست. سيست هيموراجيك. هيموراجيك سيست. ايه سوا بقى اللي هي هيموراجيك؟ بصوا يا شباب، مش عايزه الكلام بقى. هي واحده كان عندها فرقه الحلوه زي دي ماشي؟ حلو الكلام. فرقه العاديه اهي، وبعدين كانت المفروض ترابش. قامت هي ما رابشتش، عملت حاجه اسمها كوربس اوتيوم او حاجه اسمها هيموراجيك سيست او كومبلكس سيست تمام؟ يبقى الست دي تمشي كوربس، تمشي هيموراجيك، تمشي ايه؟ كومبلكس سيست. الثلاثه صح. اللي حصل ان الكوربس ده عباره عن ايه؟ دم صح ولا لا؟ فرقه اللي كانت المفروض ترابش ما رابشتش، قعدت تكون دم كتير 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 جواها، عملت الشكل ده. طب ايه سبب الخطوط البيضاء؟ سببها ايه؟ سببها ايه الخطوط البيضاء؟ فيبروتس مكان البلد. وايه؟ بلاد كولكس هيبان بيضاء، بلاد كولكس هيبان بيضاء، بلاد فيبروتس هيبان بيضاء برضه، يبان الخطوط البيضاء دي. يبقى دي اسمها كومبلكس سيست او هيموراجيك سيست او كوربس ميديال سيست. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ كومبلكس سيست، هيموراجيك سيست او كوربس ميديال سيست. طيب عشان افرق يا شباب ما بين الكوربس ميديال وما بين الهيموراجيك سيست، بعمل حاجه اسمها الدوبلر. بعمل حاجه اسمها الدوبلر. دوبلر الترا ساوند. دوبلر الترا ساوند. دوبلر الترا ساوند. الغرض من الدوبلر ده اللي هو بيحلل البلوت فلو اللي حوالين السيست دي عامل ازاي؟ مين اللي بيتكلم ده؟ مين؟ كلام ايه يا مختار؟ مش فاهم انت صح؟ انا هبقى اديك الباور بوينت اقول لك حوالي على الحاجات اللي في الامتحان عشان حاسسك متضايق. بس انا ما اعرفش دي ايه اصلا. المهم دلوقتي ممكن تكون دي كوربس ميديال هيموراجيك سيست او ايه؟ كوربس سيست. طيب افرق بينهم ازاي؟ بحاجه اسمها دوبلر. دوبلر الترا ساوند فرق ما بين الهيموراجيك وفرق ما بين ايه؟ الكوربس ميديال. على حسب هل الدوبلر ده طلع في حته صغيره ولا واخد السيست كلها حاجه اسمها رينج اوف فاير. رينج اوف فاير. طبعا مش هجيبكم يعني الاسئله دي في الامتحان، بس انا بعرفكم ان احنا نعرف نفرق ما بينها بحاجه اسمها الدوبلر. تمام؟ يعني مثلا الدوبلر لو واخد شكل حلقه النار دي تبقى حاجه، ولو هو واخد دور واحد يعني نقطه واحده بس الدوبلر اللي باينه دي حاجه ثانيه. مش هجيبكم حاجات اسمها دوبلر. طيب خلينا بقى في الحاجات الحلوه بقى. الحاجات الحلوه دي يا جماعه واحده عندها 27 سنه جايه بتلك بيه، عندها 27 سنه جايه بتلك بيه، عملنا لها ترانس فاجينال التراسوند. طلع عندي يا شباب الاوبرا اهو، الاوبرا اهو عشان كامل الاوبرا اهو، وطلع مني ايه؟ سيست كبيره، طلع مني سيست كبيره. طيب نرجع بقى سؤال الاولاني، هل دي سيمبل سيست كومبلكس سيست او سوليد ماس؟ ها 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 اي واحده قول. طيب سوليد صح ولا لا؟ هي تمشي مع الكومبلكس؟ لا ما تمشيش، عشان الكومبلكس فيها ايه؟ ترابيكوليشن، فيها ايه؟ سيبتيشن. طيب تمشي مع السيمبل سيست؟ لا. امال دي حاجه بقول عليها سوليد ماس. يعني ايه سوليد ماس؟ سوليد ماس سوليد، حاجه سوليد كده، لا هي ماشيه مع الكومبلكس ولا هي ماشيه مع السيمبل. طيب في السوليد ماس دي يا شباب بيظهر عندي حاجه مدوره كده صغيره. يبقى انا دلوقتي عندي ماس سوليد فيها ديفرنت ايكوجينيستي، حتت بيضاء قوي، حتت سوداء، حتت رصاصي غامق، حتت رصاصي فاتح كده، يعني فيها كل الالوان تمام، فيها كل الايكوجينيستي. فدي اصبحت حاجه اسمها سوليد ماس. وبين يعني سوليد ماس فيها حته بيضاء كده معلقه جوه، ممكن تكون ايه؟ كالسيفيكيشن صح ولا لا؟ ممكن تكون بلاد كلوس. احنا قلنا اللي بان ابيض قوي عندي هو فيبروزس، بلاد كلوس او كالسيفيكيشن. طيب وانا دلوقتي بقى عشان انا ملخبطتوش، دي حاجه اسمها دمويد سيست. دمويد سيست مين؟ عايز ايه؟ شاي عشان والله العظيم
خليه يمشي يا عم، خليه يمشي، خليه يمشي، خليه يمشي يا عم. لا يا عم خليه يمشي. مش عايزه كلام عشان الترمويه دي بتيجي كتير قوي في الامتحان. ببتدي الترمويه دي يا شباب، حرص الكلام اللي مكتوب اللي انا كاتباه. بص، اول حاجه الترمويه دي بتبقى عباره عن ايه؟ احنا قلنا ان هي سوليد ميز، ده اول حاجه. ثاني حاجه هي عباره عن هايبر اكويك لاينز او دوتس، يعني هايبر اكويك، هايبر اكويك يعني حته بيضاء، حته عامله مشاكل، حته بيضاء. تمام، دي بتشير الى ايه بقى؟ شايفين دي حتت بيضه كده مطمنه كده زي خيوط كده، شايفينها؟ حتت البيضه دي انا عايزه افهمكم ان هي شعر، متخيلين؟ شعر، شعر. لون الترمويد دي عباره عن ايه؟ تراتوما، بناين تراتوما. يعني حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ ميتابريزيا، الاستريز اتحولت اي حاجه، فات نبول، شعر، بنت، اي حاجه. طيب لو انا لقيت خطوط بيضه مطلعه كده، دي بتشير الى هير، تشير الى شعر. طيب ايه كمان؟ بيبقى فيها حاجه اسمها ورود الباستو موديولز. الباستو موديولز دي عباره عن ماس مكونه من يا بن يا سيبر يا هيل، اللي هي زي الصغيره كده دي. ممكن تكون طول، ممكن تكون سنه، ممكن تكون حته عظمه، ممكن تكون شويه شعر، ممكن تكون شويه ايه سبوشس، سبوشس سبوشس. يعني الناس بتتكلم ورا دي بتتكلم ايه؟ انتوا زهقتوا صح؟ وانا كمان والله. اللي مصدرني ومهون عليا ان ده اخر رزق، هو مال بسيط، مال هتحمل مصر. طيب يبقى دلوقتي انا عندي حته بيضه مطوله كده، ده الهيل، ده الهيل. تمام، في حته بيضه كده بقى، حته بيضه كوره كده مكعوره، دي تبقى ايه؟ تبقى بون، ممكن تكون سنه، ممكن تكون حته عظمه، اي حاجه بقى. طيب ايه كمان يبقى فيها؟ حاجه اسمها بوستيرو اكواستيك شادوينج. دكتور محمد هاني بيحب الحته دي قوي، هي بوستيرو اكواستيك شادوينج. يعني ايه بوستيرو اكواستيك شادوينج؟ يعني انا عندي، وانا مش متخصص قبل ما استاذن مني، انت يا ابني مش استاذن مني يا ابني، مش تستاذن تقول لي راح فين؟ راح فين ماشي؟ طيب يلا قول ايه؟ ايه؟ راح فين يا ابني؟ راح فين؟ راح ايه يا باشا؟ انت تروح لي دايما كده اتكلم معايا دي كلها سيست بتاعت الترمويد.
الوقت. تمام؟ معايا هنا جوه الدمويه دي في سيست صغيره. واخد بالك؟ بقيت بقى الدمويه اللي حدد البيضه اللي هي بتاعت الشعر والحاجات دي كلها. طيب شوفوا بقى الصوره دي حلوه قوي. بصوا يا جماعه الشباب هنا الاول. هنا الصوره دي انا جايبه فيها تو اوفريز جنب بعض، تو اوفريز نازلين في بعض. اول اوفري في سيست الجنينه دي. دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ دي شايفه سيست يا عيال؟ لا. طب هل دي صورة ناس؟ يبقى دي كومبلكس سيست. اللي احنا قلنا عليه اما هو رجل يا اما كوربس ميتيرسيس. الفرق ما بينهم ازاي؟ بالدغري. تمام. يبقى انا عندي البارت دي كومبلكس سيست. يعني كده بقى مراجعه بس هو ممكن تكون كل بس المهم ان انا عندي سيست فيها ترانسليشن فيها شبكه من جوه سيست فيها شبكه من جوه يبقى دي جاي كومبلكس سيست. طيب الاوفر الثاني اللي وصلتها بقى الاوفر الثاني ده اهو هلاقي ايه؟ سوليد ماس اهي شوف كل ده سوليد ماس وفيها حته بيضاء منوره ده يبقى دي ايه؟ دي البول. والحته البيضاء دي عباره عن ايه؟ الحته البيضاء دي عباره عن توس يا سنه يا حته عظمه. حد عنده مشكله في الموضوع ده؟ بداية كده سوليد ماس جواها حتة بيضة منورة يبقى دي دكتور سوليد ماس جواها حتة بيضة منورة يبقى دي ايه؟ دكتور ودي بقى ايه السيست اهي؟ دي كلها سيست تمام؟ يبقى دي كلها سيست اهي جواها حتة بيضة منورة دي كومبايند سيست. الناحية التانية سيست جواها شبكة يبقى دي هيموراجيا أو كومبس موديل بلوكوسيت كومبلكس سيست. طيب خش على بعض بقى دي برضه نفس الكلام دي برضه بالمويد سيست. حد عنده مشكلة في بالمويد يا شباب لحد دلوقتي؟ بالمويد مهمة جدا. طيب نيجي بقى لحاجة تانية بقى احنا قلنا دلوقتي السيست دي يا إما تكون صورة شفافة تكون سيمبل يا إما سيست جواها شبكة تكون كومبلكس يا إما سيست سوليد ماس جواها حتة بيضة منورة تبقى دي بوي. طب ايه رأيكم دي؟ ايه رأيكم؟ بصوا يا شباب عشان دي بقى مهمة جدا جدا جدا. دي سيست سيست اهي جواها حاجة. ايه بقى الحاجة دي؟ حذروا حذروا واللي هيقول لي هديله اللاب ده هدية. يلا مش بتاعي اصلا. يلا ايه دي بقى؟ ايه دي؟ حاجة تلفت. حاجة تلفت. انت يا ابني فنان، انت فنان والله. تنسى. اطلع بقى اشعه. تمام. ايه كمان؟ حاجه تلبس. حاجه لونها هوموجينس، كلها هوموجينس مع بعضها ولونها يعني قصاصي غامق شويه. يعني هي ايه؟ الكوجينيس بتاعتها اقل. هات اللاب بتاعي بقى. هات اللاب بتاعي. بصوا يا شباب في سيست بسميها اندوميتريوما او شوكليت سيست. اندوميتريوما يعني ايه اندوميتريوما؟ يعني اندوميتريوزس طالعه من اليوترس راح زرع نفسه على الابره. فعامل لنا سيست جميله مليانه بلد. سيست جميله مليانه بلد والبلد ده كله هوموجينس كله هوموجينس كله هوموجينس. فاصبح دي حاجه اسمها اندوميتريوما او شكل السيست. دي الصوره اللي بتيجي في الامتحانات كلها نفس الشكل ده. سيست مره جواها هوموجينس مره ايه بفاصل بيكبر شويه فدي بسميها ايه؟ اندوميتريوما او شكل السيست. حد عنده مشكله في السيست دي؟ الناس اللي ورا اللي في اخر الاستاد حد عندها مشكله؟ معايا يا جماعه ولا ايه؟ شايفينها؟ ماشي يلا نكمل بقى. دي برضه شوكليت سيست، ست من عشرة مش باينة، بصوا على دي كده شايفينها هوموجينس وكلها نفس التكستشر. دي بسميها اندوميتريوما او شوكليت سيست شوكولاتة، غير شوكولاتة، اندوميتريوما او شوكليت سيست. طيب دي برضه ايه؟
هتعمل مشكله؟ لا. طيب اهم حاجه يا شباب الصوره اللي جابها النهارده تسلموا الموضوع بتاعها، فاهمين انا مش كويسه من البشره اللي انت عايز تتبناها، تمام؟ فا يعني انا قلت الموضوع بس هتعمل البشره لازم يتبنى عشان تاخد الصوره هيبقى عليها اسئله. طيب تمام؟ ده النورمال برضه بتاعت تاني واحدة ست.
بقى ليهم كبار في السن وغالبا تبقى برده كذا مره تضيع قبل كده، دي بتشتكي بستريس الكونتنس، وبتشتكي ان هي عندها زي ما في نوفلاس ورلاكس منها، فدي الشكل ده. فده مشكله ده ايه بقى؟ ده حاجه اسمها سيستوسيل. يعني ايه سيستوسيل؟ يعني ايه سيستوسيل؟ ده بقى الديسكربشن ده سيستوسيل فاجينا برولابس، انتير وول فاجينا برولابس. هذا مشكله في الصوره دي؟ طيب خش على النادي. دي ايه؟ ريكتوسين. دي فاجينا وول حصل برولابس بس من ورا مش من قدام، من ورا مش من قدام، يبقى ده اسمه ريكتوسين. ريكتوسين يعني الريكتوم حصل له برولابس في البوستيريور وول بتاع الفاجينا. يبقى قبلها كان سيستوسين ومين سيستوسين؟ يعني البرادر واليوريسترا حصل لهم ايه؟ البرادر حصل لها برولابس في الانتير وول بتاع الفاجينا، يبقى عاملين حاجه اسمها سيستوسين. ده اسمه ريكتوسين، حصل ان الدكتور حصل له برولابس في البوستيريور وول بتاع الفاجينا، فاسمه ريكتوسين. فات عنده مشكله؟ هو عرفت كلمه الانتير ولا ايه؟ دي البوستيريور ولا ايه؟ فتركزوا بقى. ايه ده؟ دي اللي قدام اهي، شايفه حاطط هو ارتفاع فين؟ المدارك حاطه تحت، فده سيستوسين. لكن هنا بوستيريور وبعد حاطه فين؟ فوق، يبقى ده ريكتوسين. طيب ده ايه بقى؟ ده ايه؟ يعني القشه اللي مكتوب على كمان شعبيه القشه، يعني كمان شعبيه القشه معقوله كده؟ ده سيستوسين، وبعدين ده جزء من اليوترس والفاجينا، ده السيربكس بتاعنا، يعني كل حاجه هي حضرتك بس من بره. حد عنده مشكله؟ يبقى ده اسمه يوتراين برولابس. يوتراين برولابس، يوتراين برولابس. انا مش هجيب لكم الصوره دي عشان تعرف، هجيب لكم صوره السيستوسين، هتذكروا موضوع السيستوسين. طيب الثالث طلعنا في مانجمنت السيستوسين از كوليسترول مانجمنت السيستوسين اس ايه؟ ايه؟ كوليسترول مانجمنت السيستوسين، كوليسترول مانجمنت السيستوسين، كوليسترول مش هحطه سيستوسين، مش هحطه سيستوسين، مش هحطه سيستوسين. مين؟ دكتور مصطفى. طيب مصطفى ما قالكوش ان كوليسترول هو كونزرفيتيف مانجمنت؟ كونزرفيتيف مانجمنت، كونزرفيتيف مانجمنت السيستوسين. هي ست بتشتكي من ايه؟ السيستوسين. مش هتشتكي من الستريس كونتنت؟ طب ما تيجي نعمل لها بيلفيك فلور ماسل اكسرسايز. يعني ايه بيلفيك فلور ماسل اكسرسايز؟ يعني تخلي الست دي تعمل اكسرسايز للبيلفيك فلور ماسل. ما قالكوش ازاي تعمل اكسرسايز؟ طيب يعني ايه ما تعمل اكسرسايز؟ ده اول لاين اوف كونزرفيتيف مانجمنت بتاعنا، هو كونزرفيتيف مانجمنت. ما ينفعش بقى تخش على السيرجي كما زمان. طيب نخش على حاجه ثانيه، دي بقى الفلفا. الفلفا بتاعتنا كده من بره، احنا عرفنا الفلفا فاضل لنا صوتين وخلصنا. الفلفا بتاعتنا من بره اهي، بديها زي حاجه كده ناس، او ناس حصل لها كروز ارسليشن، دي اسمها بلبر كارسينوما. بلبر كارسينوما، بلبر كارسينوما. عملنا مشكله فيها؟ مفيش. خش على اللي بعده. ايه دي بقى؟ دي بلبر. ركزوا في الصوره يا شباب، دي برضه ظهر فيها زي فيزيكال صغيره، باينه هنا اكتر. مين هنا الهيب الثاني؟ مين الشطور اللي قال ده هيب الثاني؟ مش عارف ده ازاي؟ ظهرت ازاي؟ ده فعلا هيبتك برضه، يعني دي هيبتك يعني برضه عامل الفيزيكال الوحشه دي. طيب الفيزيكال دي بتبقى بينفو ولا مش بينفو؟ ها؟ بينفو ولا لا؟ بينفو، بينفو ايه؟ نقص صغير. طيب دي اهم صوره النهارده، الشكل ده ست من اول ما تجيش مش عاجبك بس كبيره وبس كده. دي البلده بتاعت واحده ست غالبا بتبقى بص بتنبوزك او حاجه، وكان هي من البلده بتاعتها ضيقه، البلده بتاعتها مبيضه ومبيضه، ضيقه ومبيضه وليس لها ايه؟ لايكن سكليروزس، او بالالماني لايكن سكليروزس عشان اتكلم الماني زي كنت الماني بجد. صباح الخير بالالماني. دي محمرة، دي لحم بلاقة،
بهتم بالناس. حد عنده مشكله في الموضوع ده؟ حد عنده مشكله؟ متاكدين؟ ماشي. ده بقى تلاقي في صوره معينه دي النون بلاستيك ميثيليان ديسبورس. يعني ايه؟ من الاخر كده هيجي لك الكيس واحده ست واحده ست عندها مثلا زي كده حاجه 40 سنه جاي بتشتكي بسيفير اتش. سيفير اتش سيفير اتش يعني ايه؟ عندها هرش فظيع. نوت ريسبوندينج للوش اوف مانشن للوش اوف تريننج. استخدم الكلمات ضغط كورتر والحاجات دي مش جايه قلتلنا كورتر مش جايه معانا فيديو فلقينا بسيفير اتش. نبص عليها اللي هو المنظر ده المنظر ده اللي هو المنظر محمر ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ليجن. يعني ايه ما فيهاش ليجن؟ ما فيش مثلا ريس ما فيهاش بلط ما فيهاش فيزيكال بتاعت اليد بس فاهماني؟ ما فيش حاجه تشكيك ان في باثولوجي مثلا هي حاجه معينه. لا انا حاسس ان الرقعه عاديه بس محمره شويه. هي دي اللايف انجنينا ودي يا شباب عشان اشخصها لازم اخد بايبسي. اخد بايبسي بايبسي اخد بايبسي تمام؟ تيجي بتشخص دي يعني بقول لك ايه اول حاجه تعملها؟ جاب لك مثلا واحده ست عندها حاجه 40 سنه هي تشتكي بكونتينوس اتشي ممكن اسمها دي نشر مانجمنت وبعدين البرسات جاب لك الصوره دي ولا ايه هو الفيرست لاين اوف مانجمنت الفيرست لاين اوف مانجمنت تعملها ايه اول حاجه؟ اول حاجه افكر فيها ان انا لازم اخد بايبسي. ليه؟ عشان اتاكد ان هي طالعه لايف انجنينا ولا حاجه ثانيه. اللايف انجنينا دي بتمشي بعد كده واللايف انجنينا على بيتا بتشكل مش هيعمل لها سيجن ولا حاجه ماشي. فلو جبت صوره كده صوره من السبتين دول هنا خالص كلاماتس الغرفه هنا متجلطه خالص ممكن كمان تلاقي حته كده فيها اتيجه الغرفه لازم بعضها دي لايف انسكليروزز. مش انت بتقول ان لايف انسكليروزز الفلوس دي من تجاره دي عشان شايف ماشي. طيب ايه بقى؟ في حاجه بتتابع معانا هنا؟ حكايه المنظر ده بص يا شباب دي فرضه وطبعا الرمبارفه دي حاجه كده فانجيتنج ليومان بابلوما وجاينا ليومان بابلوما جينيتال بوكس ليومان بابلوما جينيتال بوكس. يعني ايه بوكس؟ يعني ايه حاجه شبه كل صوره حاجه شبه مريض ده اللي بنسميها ستان تمام. طيب هما بابلوما فيروس كده بتكون الشكل ده مرض حيواني كبير وفانجيتنج دي اسمها ليومان بابلوما جينيتال بوكس دي بسبب ليومان بابلوما فيروس تاني واحد يجيب لك الصوره زي دي يقول لك ايه هو الاورجانيزم او ايه هو السبب في الحاله دي؟ هتقول له كاتب لك اختيارات. يا اما تقول لك ان دي انفكشن باي فيروس اللي هو دي بابا دلما فيروس كاتب لك السب تايبس بتاعته 16 11 18 6 ايه دي السب تايبس بتاع الجينيتال بوكس؟ 16 16 ايه؟ 16 ايه ده؟ طيب وانا ممكن تفتكر لك حاجه بسيطه قوي هو اللي هو بدلوما فيروس ده يا اما يعمل ورم في المنظر ده يا اما يعمل سرفايكال كارسينوما صح ولا لا؟ طيب هناخد الارقام الصغيره عن حاجه اللي هي الحديده يبقى الارقام الصغيره هي ايه؟ 6 و11 عن حاجه الحديده اللي هي ايه؟ البوكس. وناخد الارقام الكبيره مع الحاجات الوحشه ده 16 و18 مع ايه؟ مع سرفايكال كارسينوما تمام؟ ايه دي بقى؟ ده سيرفيس ايه اللي موجود في السيرفيس ده؟ شايفينها؟ نفس الصوره اللي شفناها المره اللي فاتت بس اللي فاتت دي كان عن ايه والبلبون لكن هي دخلت اللي هو البلبون ده دخل على السيرفيس. انا مش هجيبها الصوره دي عشان صعبه بس هجيبها الصوره دي لا جبتها هنا احنا خلصنا؟ طيب عامة هو ده جاي بيتي النهارده و